محمد حشيش أحد ركائز فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لمع اسمه في فترة الثمانينيات وسطر تاريخاً مع الفريق بحروف من ذهب. كانت أولى رحلاته مع الأهلي في إفريقيا عام 1981 لمواجهة فريق الأشغال الصومالي وسط حرب أهلية في الصومال، جعلت حشيش يطلق على المباراة الأصعب خلال مشواره مع الساحرة المستديرة. فضل محمد حشيش التواجد داخل جدران القلعة الحمراء في موسم 1982-1983، وهو غير مقيد بقائمة الفريق لكثرة لاعبي النادي الأهلي في نفس مركزه، وكاد أن يرحل عن الفريق في نهاية موسم 1983 لولا أن زيزو طلب منه اللعب مع المارد الأحمر في بداية موسم 1984 بسبب إصابة أحد اللاعبين بالفريق، فوافق على الفور. تلقى نجم الأهلي السابق عرضاً للاحتراف في بريمن الألماني خلال مسيرته الكروية، إلا أن الظروف في تلك الفترة وصعوبة الاتصالات حالت دون تحقيق حلمه بالاحتراف الأوروبي، وجاء وقت الرحيل عن القلعة الحمراء لينضم محمد حشيش لصفوف نادي المقاولون العرب. وفي موسم 91-92 انتقل من صفوف المقاولون العرب إلى صفوف الملعب التونسي لمدة موسمين، ليخوض حشيش تجربة الاحتراف الخارجي ويصبح أول لاعب مصري يحترف في دولة تونس الشقيقة بعد تألقه مع ذئاب الجبل في البطولة العربية بدبي، والتي صعد وقتها الفريق إلى النهائي أمام أولمبيك البيضاوي المغربي. ونجح حشيش مع الملعب التونسي في الوصول لنهائي كأس تونس أمام الإفريقي التونسي، كما أنه قاد الفريق وقتها لتحقيق المركز الثالث بمسابقة الدوري بتونس، في إنجاز كبير يحسب لنسر الأهلي محمد حشيش، وتجربة كانت في مجملها ناجحة. بعد تجربة الاحتراف التي خاضها قرر الاعتزال، وفضل أن يسدل ستار نهاية مسيرته الكروية بعد أن حقق نجاحاً لافتاً.